أهلا وسهلا بيكم، أعزائي طلابي مقرر السياسي التمويل. معك دكتور وليد خالد البلو. بإذن الله إن شاء الله نبدأ مع بعض دلوقتي المحاضرة الثانية من محاضرات الإلكترونية لقرار أساسيات التمويل. كنا بدأنا مع بعض الفصل الأول واتكلمنا عن طبيعة التمويل ومجالات العمل في مجال التمويل، واتكلمنا على أهداف الإدارة المالية وأنواع القرارات المالية. في الآخر اتكلمنا على مشكلة الوكالة وآليات الحوكمة في الشركات المساهمة. النهاردة نبدأ مع بعض الثاني، تعالوا نشوف إيه هو موضوع الفصل الثاني. الفصل الثاني زي ما احنا شايفين مع بعض العنوان بتاعه أسواق الأساسات المالية، فواضح إن من عنوان الفصل إن فيه تو توبكس أو موضوعين أساسيين الفصل يغطيهم: الأسواق المالية والمؤسسات المالية. زي ما شايفين دي أهم العناصر الأساسية للفصل ده. هنتكلم على أنواع الأوراق المالية، هنتكلم على أنواع الأسواق المالية، هنتكلم على وظائف الأسواق المالية، عن أنواع المتعاملين في الأوراق المالية، هنتكلم على كفاءة الأسواق المالية، وأخيراً هنتكلم على المؤسسات المالية. نبدأ الفصل بمفهوم ليه وجود أسواق مالية وليه وجود أوراق مالية، أو يعني إيه مالية ويعني إيه أوراق مالية. في الاقتصاد أو في مجال البيزنس عموما، بلاقي إن في عندي شركات بتحتاج أموال. بقول والله إن الشركات دي عندها عجز في الأموال، إحنا بنسميها ديفيسيت يونتس، يعني وحدات لدي عجز. الوحدات طالما العجز للأموال، فمن الطبيعي ان احنا بنخلق حاجه اسمها اسواق المال، تقدر الشركات اللي عندها عجز في الاموال او الشركات اللي محتاجه للاموال انها تلجا لاسواق المال للحصول على المال. والشركات دي بتحصل على المال اللازم من خلال انها بتسوق المال وبتبيع اوراق ماليه. في المقابل في وحدات اقتصاديه سواء افراد او شركات بنسميهم سيربلس يونت. سيربلس يونت يعني وحدات اقتصاديه لديها فائض سيربلس يونت، يعني عندها فائض في الاموال او سيربلس يونت، عايزين يستثمروا الفائض ده فبيروحوا يشتروا الاوراق الماليه. وحدات اقتصاديه سواء ممكن تكونوا افراد او شركات عندهم فائض من الاموال فبيروحوا يستثمروا في سوق المال عن طريق ان هم بيشتروا الاوراق الماليه اللي بتبيعها الشركات عندها عجز في الاموال اللي احنا قلناها في الفقره الاولى. وبالتالي ده دور الاساسي للاسواق، او ده تعريف الاساسي للاسواق الماليه، ان هي وسيله لتبادل الاموال بين الوحدات اللي هي الشركات التي لديها فائض، والوحدات اللي هي قد تكون افراد او شركات لديها، لما عشان اسف، هي تبادل الوحدات التي لديها فائض. الوحدات دي قد تكون افراد، قد تكون شركات عندهم فائض من الاموال، مع يحصل تبادل مع الوحدات لديها عجز او الشركات اللي لديها عجز في الاموال. طيب ليه بقى في اوراق ماليه في الاسواق الماليه؟ لان الاوراق الماليه دي توفر الاوراق الماليه وسيله لاثبات تبادل الاموال وضمان حقوق المستثمرين. اللي يضمن ان انا اديت للشركه فلوسي ان انا قصاد اللي انا اديتها للشركه، فباخد ورقه ماليه بتضمن حقي. فاسواق المال بيتم فيه عمليه تبادل اموال وتبادل اوراق ماليه بين الوحدات اللي عندها فائض والوحدات التي لديها عجز. هنبدا بقى في الاول الفصل، ويمكن الموجود في اول الفصل الثاني في الكتاب، لكن انا حبيت ابدا بيه، هي انواع الاوراق الماليه. انواع الاوراق الماليه اللي احنا ممكن او بيتم تداولها في الاسواق الماليه
انواع الاوراق الماليه اهمهم طبعا الاسهم العاديه او الكومن ستوكس. الكومن ستوكس او الاسهم العاديه هي دي طبعا تعريفها الاساسي، دي مستند ملكيه، ده مستند بيثبت ملكيه حامله للشركه، وطبعا ملكيه بناء على نسبه الاسهم التي يمتلكها. طبعا لصاحبها مجموعه من الحقوق. والشركات زي ما اتفقنا احنا دايما، وانا الكلام ده قلته في المحاضره اللي فاتت، احنا لما بنتكلم دايما في الكورس بتاعنا او في المقررنا، فاحنا دايما بنتكلم على الشركات المساهمه. فاللي بيثبت انك مالك في احد الشركات المساهمه هو امتلاكك للسهم العادي. فكونك انك تمتلك سهم عادي في شركه، فده معناه ان انت احد ملاك هذه الشركه او هذه الشركه بنسبه ما تمتلكه من اسهم. وزي لكن قلنا طبعا يبلغ عدد المساهمين في الشركات الواحده مئات او الاف الاشخاص، وزي ما قلنا كل منهم يمتلك حصه على المشاع في الشركه بنسبه ما يمتلكه من اسهم. من ضمن خصائص السهم العادي ان ليس له تاريخ استحقاق، يعني مفيش ميعاد ان انت ان الشركه ترجع او ترد اموال حمله الاسهم، فليس له تاريخ استحقاق. برضو حامل الاسهم له بعض الحقوق في الشركه، حقوق حامل الاسهم في الحق في توزيعات الارباح عندما الشركه بتقرر انها تقوم باجراء توزيعات ارباح، فهو له الحق ان يحصل على نصيبه من توزيعات الأرباح بصفته أحد الملاك. كذلك برضو بيبقى حامل السهم العادي ليه الحق في التصويت، ممكن الكلام ده قلناه في المحاضرة اللي فاتت برضو، إن هناك ما يسمى الجمعية العمومية، والجمعية العمومية بيجتمع فيها المساهمين وتتخذ القرارات الجمعية العمومية بالتصويت، فحامل السهم العادي بكل حق في التصويت على القرارات في التي تتخذ في الجمعية العمومية، بالإضافة أن لي الحق في التفويض، لي الحق أنه يفوض آخر في حضور الجمعية العمومية نيابة. طيب النوع الثاني من الأوراق المالية هو الأسهم الممتازة. الأسهم الممتازة برضو أيضا مستند يثبت ملكية أو مستند ملكية مثل الأسهم العادية، ولكن سميناها أسهم ممتازة. سميناها أسهم ممتازة لأن بتعطي امتيازات إضافية وحقوق إضافية لحاملها أو لحامل هذا السهم، فيتمنح لحاملها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي. زي ايه الحقوق الإضافية التي ممكن ان يمتاز بها حامل السهم الممتاز؟ زيه انه من حقه ان يحصل على توزيعات ارباح محددة كنسبة من القيمة الاسمية للسهم. يبقى صاحب السهم الممتاز من ضمن امتيازاته انه بياخد كل سنة ارباح ثابتة بتبقى نسبة من قيمة السهم الممتاز. يعني مثلا قيمة السهم الممتاز على سبيل المثال 100 جنيه، فصاحب السهم الممتاز مثلا بنقول له انت هتاخد 10% كل سنه ارباح، وعلى ذلك هياخد من 100 جنيه قيمه السهم هياخد 10%، يبقى ليه 10 جنيه ارباح ثابته، فهو ليه ارباح ثابته على عكس السهم العادي ليس له ارباح محدده. مش بس انه كمان ليه ارباح ثابته ومعلومه ومحدده، لا ده ليه كمان الاولويه في الحصول على الأرباح قبل أصحاب السهم العادي. يعني باختصار كده عايزين نلخص الموضوع ده، تميز حملة الأسهم الممتازة عن حملة الأسهم العادية أن لهم توزيعات أرباح محددة، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك التوزيعات المحددة لهم الحق في الحصول عليها قبل ما يحصل صاحب السهم العادي على أي أرباح. يتمتع صاحب السهم الممتاز بحق التصويت أو أنه يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة. طبعا ده بناء ان اللي هيتأثر اكتر بالشركة هم اصحاب الاسهم العادية، لكن زي ما قلنا حق السهم الممتاز حق ثابت
وبالتالي بيبقى احيانا ان الاداره المفروض تبقى بايد اصحاب الاسهم العاديه. النوع الاخر من الاستندات اوراق الماليه، اسف، هي السندات او البوند. السندات هي مستند مديونيه، مستند يثبت مديونيه، يعني لو انت تمتلك سندات احدى الشركات فهذا يعني انك تمتلك مستند يثبت انك قمت باقتراء بتقديم قرض او اقتراض الشركه. بيختلف السند عن السهم ان السند ليه تاريخ استحقاق، يعني هناك تاريخ للسند معين الشركه فيها تقوم برد القيمه الاسميه للسند لحامل السند، يعني الفلوس اللي انت دفعتها، مش شرط الفلوس اللي انت دفعتها، لكن القيمه الاسميه للسند هيتم استردادها بعد فتره معينه، ممكن سند مدته 5 سنوات، يبقى في نهايه ال5 سنوات هتقوم الشركه برد قيمه السند لحامله، سند مدته 10 سنوات، الشركه هتقوم في نهايه ال10 سنوات برد قيمه السند لحامله، وفي النهايه السند ليه تاريخ استحقاق، بالاضافه الى زي ما قلنا ان السند يمثل دين، وبالتالي الشركه لازم تدفع عليه فوائد دوريه ثابته، وبالتالي انا كصاحب السند هحصل على فوائد دوريه ثابته كنسبه من القيمه الاسميه للسند، زي ما قلنا برضه تلتزم المنشاه برد القيمه الاسميه للسند للمستثمر في الاستحقاق، يبقى برضو ان المنشاه هترد قيمه السند للمستثمر تاريخ استحقاق السند. برضو من انواع الاوراق ماليه، فانا عندي اوراق ماليه قصيره الاجل، ودي اللي من خلالها تقدر تحصل المنشات على تمويل قصير الاجل اقل من سنه. من امثله الاوراق الماليه اذون الخزانه تريجري بيلز، والتريجري بيلز او اذون الخزانه دي ورقه ماليه بيصدرها البنك المركزي نيابه عن دولة، وتتوافر فيها أعلى درجة ممكنة من الضمانات، يعني بتتميز دايما أذون الخزانة بأنها تعتبر خالية من المخاطر، وفيها وبالتالي فيها أعلى درجة من الضمانات. بتتراوح أجال أذون الخزانة، يعني ممكن البنك المركزي يصدر أذون خزانة لمدة 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور، وأقصى مدة لأذون الخزانة هي سنة كاملة، يبقى البنك المركزي أو الدولة يقدروا يصدروا أوراق مالية قصيرة أو يحصلوا منها على أموال أو تمويل قصير من خلال إصدار أذون الخزانة. طبعا أذون الخزانة زي ما قلنا بتصدرها الدولة أو ممثلة في البنك المركزي. الشركات أيضا مش بتصدر أذون خزانة، لكن تقدر بتعمل حاجة اسمها كوميرشال بيبر أو أوراق تجارية، بتقدر من لو شركات قوية وليها سمعة السوق بتقدر منها تحصل على تمويل قصير الأجل، فدي من أهم أنواع الأوراق المالية قصيرة الأجل اللي هي أذون الخزانة. طيب احنا خدنا فكرة مختصرة عن أهم الأوراق المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية. وبالتالي ايه هو الاسواق الماليه؟ قلنا سوق المال هو السوق اللي بيخلق اليه لاصدار وتبادل الاوراق او الاصول الماليه اللي احنا قلنا عليها، احنا لسه متكلمين على الاوراق الماليه، فالاوراق الماليه دي بيتم خلقها واصدارها وتبادلها في الاسواق الماليه. ونقدر نقسم الاسواق الماليه الى 3 تقسيمات رئيسيه. التقسيمة الأولى للأسواق المالية بتكون على أساس حقوق أصحاب الأموال. بتكون على أساس حقوق أصحاب الأموال. نقدر نقسم وفقا لحقوق أصحاب الأموال، نقدر نقسم الأسواق المالية إلى سوق ملكية أو سوق مديونية أو سوق ملكية أو سوق مديونية وسوق ديون. سوق الملكية هو السوق اللي بتقدم فيه أو اللي بيقدم فيه المستثمر أمواله للمنشأة مقابل حصة في ملكية المنشأة.
يبقى سوق الملكيه هو السوق اللي بيتم فيه تبادل الاوراق الماليه التي تثبت ملكيه. طبعا وبالتالي بتكون اهم الادوات الماليه او اهم الاوراق الماليه اللي بيتم تداولها في سوق الملكيه هي بالتبعيه الاسهم العاديه والاسهم الممتازه. ان احنا عشان كده انا ابتديت في الاول ووضحت انواع الاوراق علشان وانا بتكلم على الاسواق من الترتيب في الكتاب الاسواق الماليه الاول ثم الاوراق الماليه، فانا بس حبيت ابدا بالاوراق الماليه علشان تبقى الصوره في ذهنك واضحه. يعني لما اقول وانا بقول الاسواق الماليه سهم عادي تبقى فاهم السهم العادي ده مستند ملكيه، وبالتالي طالما مستند ملكيه اذا سوف يتم تداوله اصداره وتداوله في سوق الملكيه. سوق المديونيه او الديت ماركت هو السوق اللي يمكن للمنشاه ان بتاخد الاموال عن طريق الاقتراض، عن طريق الاقتراض سواء هتقترض من الافراد او مؤسسات. وبالتالي زي ما قلنا من اهم الاوراق الماليه اللي بتثبت مديونيه هي السندات، وبالتالي احنا نجد ان السندات تمثل اهم الاوراق او اهم الادوات الماليه الموجوده في سوق الديون. يبقى كده من اول تقسيمه للاسواق الماليه. احنا زي ما قلنا ممكن نقسم سوق الاسواق الماليه على اساس حق اللي هيشتري الورقه الماليه، يا ترى هيبقى مالك ولا هيبقى مقرض. فاذا كان مالك يبقى ده سوق ملكيه، واذا كان مقرض فاحنا سوق ديون. او حسب الشركه هتجيب اموالها عن طريق انها بتزود ملكيه او بتدخل ملاك فده سوق ملكيه، او ان الشركه بتجيب اموالها عن طريق الاقتراض فهنا في الحاله دي الشركه هتلجا الى سوق الديون. لو جاء لسوق الملكيه فممكن تصدر وتطرح اسهم عاديه او اسهم ممتازه، ان قلنا مش هتقدر تجيب اموال في الاسواق الماليه عن طريق انك بتصدر ورق مالي، يعني لازم تصدر ورق مالي او تطرح ورق مالي. فهو نوع الورق المالي ده يتوقف حسب السوق. لو انت في سوق ملكيه فالورق المالي وهنا اسهم عاديه واسهم ممتازه، لو انت في سوق ديون فهنا الاوراق الماليه بالنسبه لنا هتبقى هي السندات. ايضا ممكن نقسم الاسواق الماليه على اساس تاريخ استحقاق الاموال، الاموال حصلت عليها هتردها بعد قد ايه؟ تاريخ استحقاقها يعني المنشاه سوف ترد الاموال التي حصلت عليها بعد قد ايه؟ فنقدر نقسم الاسواق حسب تاريخ استحقاق الى سوق النقد او سوق راس المال. سوق النقد هو السوق اللي بتلجا له المنشاه لو حصل على اموال لفتره قصيره مده سنه او اقل، وبالتالي اهم الادوات الماليه اللي فيه زي ما قلنا وشرحنا بذون الخزانه. يعني اللي بتلجا الحكومه او الاوراق التجاريه اللي بتلجا ليها المنظمات. يعني اذا انا محتاج كمنشاه اموال فتره لمده سنه او اقل، وبالتالي انا هنا هلجا للماني ماركت او بصدر اوراق بنسميها اوراق متعلقه بالماني ماركت او متعلقه بسوق. لو انا عايز كمنشاه اخد اموال لفتره طويله فانا هنا بلجا لحاجه اسمها سوق راس المال او الكابيتال، سوق راس المال او الكابيتال ماركت. زي ما هو واضح من التعريف هو السوق اللي يمكن للمنشاه من طريقه انها بتحصل على احتياجاتها الماليه لفتره طويله، وبالتالي بيبقى تاريخ استحقاق الاوراق الماليه اللي انا بصدرها في السوق ده سنه او بالتالي زي السندات تاريخ استحقاقها ممكن يوصل 20 سنه، واسهم ممتازه او اسهم عاديه، اسهم العاديه زي ما قلنا واحنا بنوضح اسهم العاديه في اول المحاضره قلنا ليس لها اساسا تاريخ استحقاق، فدي تاريخ استحقاقها ممتد ب استريت الشركه، طول ما الشركه مستمره الاسهم العاديه مستمره ليس لها تاريخ استحقاق. يبقى انا عندي حسب مده احتياج الشركه اموال، اذا الشركه تحصل تريد الحصول على اموال لفتره قصيره فبتلجا لسوق النقد وتصدر ادوات بنسميها ادوات ماليه مرتبطه بسوق النقد، او لو المنشاه محتاجه اموال لمده طويله ففي الحاله دي سوف تلجا الى سوق راس المال للحصول على اموال طويل الاجل، وتبقى اهم الاوراق الماليه اللي هتطرحها في السوق ده. تاني مش هروح السوق، مش هنفع اروح السوق
كشركه واجيب اموال غير لما هطرح وبيع ورق مالي. اهم الاوراق الماليه اللي انا هبيعها في السوق ده او هطرحها في السوق ده هي الاسهم العاديه او الاسهم الممتازه او السندات. التيم الثالثه للاسواق الماليه احنا ممكن نقسمها حسب دخول الاموال للسوق. نقدر نقسم الاسواق الماليه وفقا لاساس دخول الاموال. نقدر نقسمها هنا لبرايمري ماركت او سوق اولي وسوق ثانوي سكندري ماركت. احنا زي ما قلنا ان الشركه بتطرح ماليه في السوق وبيجي مستثمرين يشتروا الاوراق الماليه، يدوا فلوسهم للشركه ويحصلوا على الاوراق الماليه. فالعمليه دي بتتم في انهي سوق؟ العمليه دي بتتم في السوق الاولي. العمليه ان الشركه تصدر اوراق ماليه، تطرح اوراق ماليه، ويجي مستثمرين يشتروا الاوراق الماليه من الشركه ويدوا فلوسهم للشركه ويحصلوا على اوراق ماليه. فالعمليه دي بتتم في السوق الاولي. يبقى السوق الاولي هو السوق التي تقوم المنشاه فيه باصدار وبيع الاوراق الماليه للمستثمرين للمره الاولى. وعمليه ان الشركه تطرح وتبيع الاسهم او الاوراق الماليه بتاعتها لاول مره للمستثمرين في السوق الاولي بنسميها عمليه اكتتاب. برضو زي ما يمكن ضحت برضو المحاضره اللي فاتت في اعلانات شغاله في رمضان يقول لك اكتتابات، تدخل في اكتتاب ورا اكتتاب. يعني ايه الاكتتاب؟ الاكتتاب ان الشركه تبتدي تطرح اوراق ماليه وتبيع الورق المالي لاول مره على المستثمرين عشان يشتروه، فدي اسمها اكتتاب. ودي بتتم في انهي سوق؟ بتتم في السوق الاولي. يبقى تاني، السوق الاولي هو السوق اللي بتقوم فيه الشركه او المنشاه بتقسمها وبيعها للمستثمرين للمره الاولى. والعمليات اللي الشركه بتتم بيها بيع الاسهم دي بنسميها ان الشركه دي عمليه اكتتاب او اندر رايتنج، بالانجليزي بيسموها عمليات الاندر رايتنج اكتتاب. زي ما برضه انت هتلاقوا الكلمه دي موجوده في الاعلان. فكلمه اكتتاب يعني شركه بتبيع السهم ده لاول مره، شركه بنازله بتبيع السهم. طبعا ندخل في تفاصيل الاسواق الماليه ان شاء الله لما اخصص فيكم تمويل تدرس بالتفصيل يعني ايه عمليات اكتتاب، لاني غالبا والمنطقي والطبيعي يعني عايز اقولها ليك انت، لكن لما بتدرس بعد كده الكابيتال ماركس او اسواق المال بشكل تفصيلي ليه بيقول لك ادخل اكتتابات؟ لان غالبا المفروض ان عمليه ان بيبقى سعر السهم لما بيتباع في الاكتتاب عشان الشركه ما تدخلش في مشاكل قانونيه يكون متقدر بسعر عادي، فده سعره المظبوط. واحيانا بعض الشركات عشان تخرج من المشاكل القانونيه بتقدره شويه او بتبيع السهم اقل من سعره شويه علشان تبعد عن اي مشاكل قانونيه او اي ملاحقات قانونيه بعد عمليه الاكتتاب. فالشركه غالبا لما بتبيع السهم في عمليات بيبقى سعره معقول جدا، فعشان كده احيانا ينصح للمستثمرين اللي ما عندهمش خبره في عمليات البيع والشراء في البورصه ان هم يدخلوا اكتتابات. لان في الحاله اللي زي ما قلنا بيكون السهم فيه سعر السهم غالبا سعر عادل جدا، بنك الاستثمار اللي هو بيتولى عمليه الاكتتاب هو اللي بيقوم بتحديد السعر، فبيكون حريص انه يبقى السعر عادل مش مغالى. في بعض الاكتتابات في العالم كله كان في بعض الاكتتابات عملت مشاكل جدا زي الفيسبوك، يعني الفيسبوك كان في مشاكل جدا لما طرح اسهمه لاول مره في البورصه الامريكيه، اتطرح بسعر مغالى فيه بس كان على اساس سمعه الفيسبوك، وده ادى لنار سعر السهم على طول بعد عمليات الاكتتاب بحاجات قليله وحصل خسائر كثيره جدا. لكن الطبيعي والاغلب ان سعر السهم بيرتفع بعد عمليات الاكتتاب، فعشان كده دايما حتى جايب الاعلان في التلفزيون يقول لك اكتتاب ورا اكتتاب ورا اكتتاب. فغالبا عمليات الاكتتاب بتقدر تشتري فيها سعر السهم او السهم سعر معقول شويه وبيتوقع ان السهم بعدها يعلى. فعموما يعني السوق الاولي هو السوق اللي بيتم فيه طرح وبيع اصدار الاوراق للمستثمرين للمره الاولى من خلال عمليات الاندر رايتنج او خلال عمليات الاكتتاب. طيب المشتري لما بيشتري السهم من الشركه من السوق الاولي لو حب يبيعه تاني فما بيبيعوش بقى خلاص في السوق الاولي، لا السوق الثانوي. يبقى السوق الثانوي هو السوق اللي بيتم فيه بيع وشراء الاوراق الماليه بين المستثمرين وبعضهم. يبقى المستثمر اللي اشترى السهم من الشركه في السوق الاولي لو حب يبيع السهم لحد تاني لمستثمر تاني بيكون في السوق الثانوي. يبقى الشركه لما تبيع السهم للمستثمر
ده في السوق الاولي، لكن المستثمر لما يحب يبيع السهم المستثمر اخر ثاني يديله ملكيه الاوراق الماليه دي، فده بيتم السوق السنوي اللي هي مثال مشهور عليها جدا اللي هي تعتبر البورصه. البورصه بورصه الاوراق الماليه تمثل اهم انواع الاسواق السنويه اللي بيتم من خلالها بيع وتداول الاوراق الماليه بين المستثمرين وبعضهما البعض. طيب ايه وظيفه الاسواق الماليه؟ احنا يمكن هنتكلم على وظيفه الاسواق، احنا عرفنا بوظيفه الاسواق الماليه بالنسبه للمنشاه، يعني بالنسبه للمنشاه فوظيفه الاسواق الماليه معروفه ان انا كشركه بقدر احصل على التمويل اللازم او اللازمه من خلال ان انا بلجا لاسواق المال، فهي اسواق المال تمثل بالنسبه لي احد الوسائل المهمه للحصول على الاموال. طيب بالنسبه للمستثمر بقى اللي بيشتري اوراق ماليه من الشركه، ما هو سوق المال فيه نوعين، في شركه بتبيع اوراق ماليه عشان تاخد فلوس، المستثمر بيشتري الاوراق الماليه ويستثمر فلوسه في الشركه. فايه وظيفه الاسواق الماليه اللي هتحققها لي بقى؟ انا هنا خد بالك بس عشان نعرف ان الجزء ده بيوضح وظيفه الاسواق الماليه مش للشركه، لان قلنا خلاص وظيفتها للشركه معروفه، للشركه انا كسوق مالي هو بالنسبه لي المكان اللي انا اقدر احصل منه على التمويل اللازم. هنا بقى بنتكلم على وظائف الاسواق الماليه، خد بالك من وجهه نظر المستثمر، من وجهه نظر المستثمر انا كمستثمر اللي يخليني ان انا افضل اتعامل او استثمر في الاوراق الماليه واشتري من خلال الاسواق الماليه. واحد، تحديد اسعار الاصول الماليه. الاصول الماليه غالبا الاسعار فيها بقى ما بتخضعش لعمليات الفصال، ده بكام؟ ب 10 ب 5. دايما وظيفه الاسواق ده ان تبقى فيها اسعار الاوراق الماليه سواء الاسهم او المستندات، هي اسعار معروفه للجميع وغالبا بتتحدد في ظل خصوصا في عمليات الاكتتاب اللي في السوق الاولي بتكون فيها تحديد السعر العادل الاصلي المالي، زي ما قلنا هنا ما بتبقاش فيها عمليات الفصل، هنا غالبا زي السوق الاولي بيتم فيه تحديد الاسعار الماليه، قيمه العادله للسهم ده ب 10 ب 15. البورصه طبعا بيبقى برضه تحديد السعر وفقا لعمليات العقله، فبرضه ما فيش فصال. يعني هو احد مزايا الاسواق الماليه انها بتحدد لك السعر، النهارده سعر السهم ده 10 جنيه و40 قرش 15 قرش، فده السعر الذي يباع به، ما بنخضعش بقى ان انا عايز اشتري او ابيع حد يضحك عليا، لا السعر معروف فما فيش طرف هيضحك على طرف، السعر معدد ومعروف. الميزه الثانيه هي توفير السيوله، يعني توفير السيوله ان انت لو حابب اشتريت اوراق فحبيت تبيع سهل جدا ان انت تبيع الاسهم بتاعتك، عمليه بيع الاسهم ما بتاخدش وقت، فتقدر ان انت تسيل الاوراق الماليه او تحول الاوراق الماليه لكاش او لنقديه بسهوله جدا، فدي ميزه ثانيه. يعني انت مثلا لو اشتريت عقار علشان تبيع الشقه بتاعتك ممكن تاخد وقت، لكن ميزه الاسهم الماليه ان هي لو انت عايز تحول اوراقك الماليه لنقديه فالموضوع سريع. يعني دلوقتي التريد او عمليات التداول في البورصه بتتم الكتروني، يعني ممكن بدوس زرار واحده لو انت تمتلك اسهم، الاسهم دي بتدوس عليها تدي اوردر بيع الاسهم دي كلها تتحول ليه. يعني انا مثلا بعمل عمليات تريدنج في شاشه، من الشاشه وانا قاعد فبدوس انتر وبيع، بتتم عمليه البيع او تشتري فبتتم عمليه الشراء، فعمليات البيع او الشراء بتتم انك تبيع تشتري بسرعه لو عايز تبيع وتحول الاسهم لفلوس، فسهل جدا. طبعا ممكن تبقى بخسائر بس انك تكونك تحولها بكاش فدي يعني مش صعبه. يعني برضه تخفيض المعاملات الماليه، تخفيض تكلفه العمليات الماليه دي الوظيفه الثالثه للاسواق الماليه. انا عشان ابيع واشتري فانا بيبقى في تكاليف البحث عن مشتري، يعني انت لو عايز تبيع عربيه فانت مثلا بتدور على مشتري فبتعمل اعلان في الجورنال، صح؟ دي تكلفه ولا مش تكلفه؟ تكلفه عليك. عايز تشتري عربيه فبتبتدي بقى تسال وتدور على معلومات عن العربيه، دي برضو تكلفه عليك. لا انا في الاسواق الماليه انا اللي بجيب لك المشتري لو انت عايز تبيع، انا اللي بجيب لك البايع لو انت عايز تشتري، فبوفر لك تكاليف البحث عن مشتري او بايع. برضو بيبقى من ضمن خصائص الاسواق الماليه الشفافيه وان تبقى المعلومات متاحه، فاحنا بنوفر لك المعلومات موجوده، وبالتالي من ضمن وظائف الاسواق الماليه تخفيض تكاليف العمليات الماليه، سواء تكلفه انك
تبحث عن مشتري او بائع او تكلفه انك تجيب معلومه، فالحاجات دي اوريدي مضبوطه بدون اي تكاليف، وبالتالي من وظائف الاسواق الماليه تخفيض تكاليف العمليات الماليه. زي ما قلنا الوظائف اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتبقى من نظر المستثمر، المستثمر مش الشركه. الشركه زي ما قلنا تاني وظيفه الاسواق الماليه ليها وظيفه مهمه جدا، ان هي بتقدر تحصل منها على اموال. لكن انت كمستثمر هتقول لي طب ما انا ممكن استثمر فلوس تانية غير الاوراق الماليه. بس انا كاسواق ماليه بديك مزايا او بديك حاجات تانية مش موجوده في استثمارات تانية زي العقارات زي السيارات. انا بديك وظائف تانية، ان انا بحدد لك سعر عادل وفقا للعرض والطلب للاصول، بدي لك توفير السيوله لو انت عايز تبيع فهتقدر تبيع بسرعه، بخفض لك تكاليفك تكاليف البيع وتكاليف الشراء بخفضها لك على قد ما اقدر. فدي ميزه انك تستثمر فلوسك في اسواق ماليه عن انك ما المجالات الاخرى للاستثمار. طيب تعالوا مع بعض نشوف ايه انواع الناس اللي زي ما قلنا انت كمستثمر برضه هنا برضه لسه بنتكلم من وجهه نظر المستثمر او الناس اللي بتتعامل في الاوراق الماليه. من وجهه نظر الناس اللي بتتعامل في الاوراق الماليه او نقدر نقسم المتعاملين في الاوراق الماليه بناء عليه نقدر نقسمهم لمستثمر عادي، وده مستثمر داخل بيتعامل في الاوراق الماليه هدفه انه العائد او المكسب او الربح المتوسط الموجود في السوق. اذا كان السوق في المتوسط بيكسب 20% فانا عايز اكسب 20%، انا ده هدفي ان انا احقق العائد المتوسط. على العكس في بقى مستثمر محترف ده عايز يجيب اعلى من السوق، عايز يكسب اكتر من السوق، بس عشان يكسب اكتر من السوق بيضطر يحمل نفسه درجه مخاطر مرتفعه. لكن هو بيحمل نفسه درجه مخاطر مرتفعه بس بيعمل ايه؟ وبالتالي المستثمر المحترف ده عايز يجيب عائد اعلى من السوق وهو بيجيب عمليات التحليل المالي، ففاهم كويس جدا تحليل مالي تكنيكال او تكنيكال اناليسيس تحليل فني، بيعرف امتى يشتري وامتى يبيع، هو مستثمر محترف وبناء عليه بيقدر يحقق عائد اعلى من السوق، لكن زي ما قلنا بيحمل نفسه مخاطر. النوع الثالث من الناس اللي بتتعامل في الاوراق الماليه والاسهم هو المضاربين. دول بداله بتبقى البورصه عامل زي ترابيزه قمار، هو عايز يكسب زي المستثمر المحترف، يعني احنا لو رجعنا هو او عايز يكسب كتير زي المستثمر المحترف. بس احنا قلنا ايه المستثمر المحترف بيميزه؟ ان الراجل ده فاهم بيجيد عمليات التحليل المالي وعايز يكسب كتير، فهو فاهم هو عارف ليه بيشتري السهم ده او ليه بيبيع السهم ده. لكن المضارب، المضارب بقى هو عايز يكسب كتير بس للاسف حمار شويه، ما هو مش فاهم، وبالتالي هو بالنسبه له بيشتري السهم ده وبيبيع، مش عارف هو ليه بيشتري ده ومش عارف هو ليه بيبيع ده، وبياخد زي ما قلنا قرارات عشوائيه. وبالتالي هو بالنسبه لي شايف البورصه دي مار، فانا داخل يا صابت يا خابت يعني. ده طبعا من أسوأ الناس اللي ممكن يتعاملوا في البورصه. النوع الرابع من المتعاملين في الاوراق الماليه اللي هم المتلاعبون بالاسعار، دول ناس عندهم قدرات ماليه او مواهب ماليه كبيره، وبالتالي اثروا على سعر السهم فبيحاولوا ان هم يشتروا الاسهم بأقل من قيمتها أو يبيعوها بأعلى من قيمتها، وده بيكون على حساب المستثمر العادي، يعني يحاولوا يعلوا الأسعار اللي هم عايزين يبيعوا وينزلوا الأسعار وهم عايزين يشتروا بحيث إن هم يكسبوا على حساب المستثمر العادي. فده اللي احنا بنسميه مانيبوليشن أو المتلاعبون بالأسعار. النوع الأخير في البورصة اللي هم الماركت ميكرز. الماركت الماركت ميكر او صناع السوق دول بيبقوا غالبا شركات استثماريه مش افراد يعني، لكن مؤسسات بتاخد تصريح من البورصه انها تبقى ميكر على سهم معين، وهي ليها اهتمام بالسهم ده وتمتلك منه اسهم كبيره، وزي ما قلنا هي بتشتغل على السهم ده بتصريح من البورصه، لان هي يهمها الحفاظ على توازن السهم ده وعدم حدوث مضاربات عليه جديده، وبالتالي صانع السوق ده بيعمل على ان هو يحدد حد اقصى وحد ادنى لسعر السهم
وعلشان يضمن ان السهم ما يعلاش قوي او ينزل قوي، فهو بيقوم بدور الشاري لكل بائع لا يجد مشتري، بيقوم بدور والكلام متكرر تاني اسف، هو يقوم بدور الشاري او المشتري لكل بائع يجد مشتري كما يقول. البائع لكل مشتري لا يجد بائع، يعني هو هدفه زي ما قلنا الحفاظ على سعر السهم ويحمي السهم من الهزات العنيفة، يعني هو هدفه حماية السهم. حماية السهم من الهزات العنيفة، وبالتالي السهم لا يطلع قوي ولا ينزل قوي، يعني من عمليات المضاربة، وبالتالي ده بيحدد حد أقصى وحد أدنى لسعر السهم. وزي ما قلنا هو بيقوم بدور لكل بائع لا يجد مشتري كما يقوم بدور البائع لكل مشتري لا يجد بائع، عشان نحافظ على سعر السهم. زي ما قلنا دي بتبقى غالبا مؤسسات، وغالبا بتبقى واخده ترخيص انها تبقى الميكر بتاع السهم ده في البورصه. احنا كده اتكلمنا على اهم المتعاملين في الاسواق الماليه، يعني نبتدي نتكلم على كفاءه الاسواق الماليه. اي سوق مالي من حيث الكفاءه ممكن ثلاث انواع، يا اما سوق ضعيف الكفاءه، يا اما سوق متوسط الكفاءه، يا اما سوق قوي الكفاءه. سوق قوي الكفاءه او سوري سوق الكفاءه والسوق اللي بتبقى فيه قيم، هنا اقصد قيم الاصول يعني اسعار الاسهم، يعني عشان قيم الاصول هنا نقدر بيها ايه اسعار الاسهم، والسوق اللي بتعكس فيه اسعار الاسهم جميع المعلومات التاريخيه المتاحه عن هذه الاصول عن هذه الاسهم، وبالتالي لا يمكن استخدام المعلومات التاريخيه ان انت تتنبأ باللي يحصل بسعر السهم في المستقبل. يعني سوق ضعيف الكفاءة، أي حد عنده معلومة تاريخية مش هيقدر يستفيد بيها، لأنه اوريدي المعلومة التاريخية دي المعلومة دي ما اوريدي اتأثر بيها سعر السهم، وبالتالي لن تستطيع الاستفادة منها. النوع الثاني من كفاءة الأسواق هو السوق متوسط الكفاءة. هنزود هنا على المعلومات التاريخية، احنا قلنا السوق ضعيف الكفاءة سعر السهم اتأثر بالمعلومات التاريخية، لا هنا سعر السهم اتأثر بقى بحاجتين، أثر بالمعلومات التاريخية والمعلومات المتاحة في النطاق العام. إيه هي المعلومات المتاحة في النطاق العام؟ اللي هي المعلومات المتضمنة داخل القانون الداخلي والقوانين المركز المالي والإيضاحات المتممة ليها. فسعر السهم تأثر بالمعلومات التاريخية أو تأثر بالمعلومات المتاحة في النطاق العام، زي ما قلنا اللي هي المعلومات اللي في قائمة الدخل والقوانين المركز المالي مع الإيضاحات. طبعا قائمة الدخل قيمة المركز المالي بيبقى معاها ايضاحات متممة، فكل المعلومات اللي موجودة فيها سعر السهم اتأثر بيها، أي أن سعر الأصل أو سعر السهم اتأثر بالمعلومات التاريخية والحالية عن الأصل. وبالتالي إنك كونك بتتوقع أو بتحاول تحلل سعر السهم بناء على البيانات والمعلومات التاريخية أو الحالية ده غير مجدي إنك تكسب كتير. طيب النوع الاخير من كفاءه الاسواق السوق قوي الكفاءه، اللي ان سعر السهم اتاثر بقى بكل حاجه بثلاث معلومات، بالمعلومات التاريخيه واحد، بالمعلومات المتاحه للنطاق العام اثنين، بالمعلومات الخاصه. فهنا امتى اقول ان السوق قوي الكفاءه؟ لو السوق اتأثر بثلاث الأنواع من المعلومات، يبقى عشان بس نختصر الموضوع، إمتى أقول السوق ضعيف الكفاءة؟ لو اتأثر بالمعلومات التاريخية. إمتى أقول السوق متوسط الكفاءة؟ لو اتأثر بالمعلومات التاريخية ومتاحة للنطاق العام. إمتى أقول السوق قوي الكفاءة؟ لو اتأثر بكافة المعلومات سواء تاريخية متاحة للنطاق العام أو معلومات خاصة، وهنا المعلومات الخاصة هي المعلومات التي ما زالت تعتبر سرية ولم تتح للعامة للجمهور.
بدنا كفاءه الاسواق هنبتدي نتكلم على المؤسسات الماليه. احنا زي ما قلنا ان الفصل ده هو عباره عن جزئين، الجزء الاول اتكلمنا فيه عن الاسواق الماليه، ولو رجعنا لعنوان الفصل كنا هنشوف ان الفصل اسمه الاسواق والمؤسسات الماليه، فاحنا هنتكلم على المؤسسات الماليه، ونقصد هنا المؤسسات الماليه اللي هي الشركات اللي كل دورها تقديم خدمات ماليه، ولها دور كبير طبعا في تنشيط سوق. نقدر نقسم المؤسسات الماليه لثلاث انواع، اول حاجه البنوك، اثنين صناديق الاستثمار، وثلاثه شركات التامين. والبنوك طبعا فيها انواع زي البنوك التجاريه والبنوك المتخصصه وبنوك الاستثمار وبنوك نبتدي بالبنوك. البنوك زي ما قلنا تتعدد اشكال البنوك، من بنوك تجاريه لبنوك متخصصه لبنوك استثمار وبنوك بنوك اسلاميه. يعني البنوك نقدر نصنفها لبنوك تجاريه وبنوك متخصصه وبنوك استثمار وبنوك اسلاميه. لو بدانا بالبنوك، طبعا البنوك التجاريه هي اشهر انواع البنوك، كلنا عارفينها من اهم واقدم المؤسسات الماليه البسيطه، وطبعا دورها الاساسي تتمثل وظيفتها الاساسيه في ايه؟ قبول الودائع الجاريه والاجل وودائع التوفير للافراد ومنشات الاعمال، ثم بتعيد استخدامها في منح الائتمان والقروض والعمليات المالية الأخرى للوحدات الاقتصادية غير المصرفية. يعني باختصار دور البنوك التجارية إنها بتاخد ودائع من الأفراد اللي عندهم فائض في الأموال وبتشغلها عن طريق إنها بتدي بتمنح ائتمان وبتمنح قروض للناس اللي عندهم عجز. هي طبعا هي مثل هي البنوك بيقوم بدور وسيط مالي بين طرفين، طرف مع فائض في الاموال او اموال فائضه زائده، فبيقوم استثمارها في البنوك في شكل ودائع، فالبنوك بتاخد الفلوس دي في شكل ودائع ثم تعيد استثمارها تاني او استخدامها تاني عن طريق انها دي قروض للمنشات او افراد لديهم عجز. ده دور بسيط جدا لدور البنوك التجاريه واقدم المؤسسات الماليه. النوع الثاني بنوك هي بنوك البنوك ال معلش في بعض الاخطاء كده الطبيعيه بس هنصلحها مع بعض. المتخصصه ده النوع الثاني من البنوك بعد البنوك التجاريه، ودي بنوك بتوجه نشاطها الاقتصادي سوري بتوجه نشاطها ناحيه اقتصادي محدد، او بتوجه خدماتها نحو نشاط اقتصادي محدد في النظام الاساسي لانشاء البنك المتخصص. هو بنك بيوجه كل خدماته نشاط اقتصادي محدد، زي مثلا البنك العقاري المصري، فواضح من اسمه ان نشاطه كله هدفه تمويل العقارات، او بنك التنميه الصناعي. بنك التنميه الصناعي واضح انه نشاطه توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعيه، يبقى انا لو مشروع صناعي ممكن اخد قروض، افضل قروض اخدها من بنك التنميه الصناعي. طيب برضو عندنا بنك للتنميه والائتمان الزراعي، واضح ان البنك ده هدفه او موجه كل خدماته لتقديم تمويل وقروض ميسره للانشطه الزراعيه. عندنا بنك تنميه الصادرات، واضح من اسمه برضو انه يهدف الى توفير التمويل اللازم لتمويل التصدير. لو انت عايز او تمويل علشان تقدر تصدر فاحنا هنساعدك، البنك ده هيساعدك. برضو بنك الاسكان نفس القصة زي البنك العقاري، بيهدف الى تمويل التمويل اللازم لشراء المساكن والاستثمار في عمليات البناء. فدي زي ما قلنا دي نوع من انواع البنوك، زي ما قلنا بنسميه بنوك متخصصة، انه هو بنك بيوجه كل خدماته نحو نشاط اقتصادي محدد او لدعم نشاط اقتصادي محدد بهدف ان هو يساهم في تنمية هذا النشاط، سواء زي ما قلنا عندي بنوك في مجال العقارات والاسكان، بنك العقاري وبنك الاسكان، بنوك في مجال الصناعة زي بنك التنمية الصناعي، بنوك في مجال الزراعة زي بنك التنمية والائتمان الزراعي،
بنمو مجال الصادرات زي بنك تنمية الصادرات، زي ما دي كلها أمثلة، لو جات لك دي كلها أمثلة على بنوك متخصصة. طيب بنوك الاستثمار، بنوك الاستثمار هو دي مش بنك بقى بالمعنى المعروف ان هو يقبل ودائع وياخد قروض، يقبل ودائع ويدي قروض للناس، هو مختلف تماما. فبنك الانفستمنت بنك ده بنك بيتعامل في الاوراق الماليه. احنا زي ما احنا فاكرين كده، لو احنا اتكلمنا، لو انا رجعت كده للسلايد بتاعت في كده سلايد خاصه بالسوق، يعني احنا قوي اهو السوق الاولي زي ما قلنا في عمليات السوق الاولي. عمليات السوق الاولي عمليات السوق الاولي زي ما قلنا ان الشركه بتبيع اوراق ماليه للمستثمر لاول مره من خلال طريقه، من خلال عمليه اكتتاب، ان الشركه بتطرح وتبيع اسهم لاول مره للمستثمرين في عمليات الاكتتاب. البنك الاستثمار ده هو ده اللي بيتولى عمليه الاكتتاب. يعني انا كشركه بجيب بنك استثمار واقول له انت اللي تطرح، انت اللي تسهم وانت اللي تبيعها لي، هو وهو يتولى، هو الوسيط. بص يا جماعه عشان بس نتفق على قاعده، جميع الاسواق الماليه، اي عمليه في الاسواق الماليه لازم وجود وسيط او سمسار في العمليه. ليه الوسيط؟ علشان يضمن ان مفيش طرف يدعي على طرف تاني. فالوسيط في السوق الاولي هو بنك الاستثمار، هو الشركه لو عايزه تطرح او تبيع اسهم ومستثمر يشتري منها الاسهم، مين اللي بيتولى بقى الموضوع ويدير للشركه الموضوع ده؟ الشركه بتتفق مع بنك استثمار، هو اللي بيغطي ويقوم بترويج عمليه الاستثمار، هو اللي بيتحمل كافه سواء بقى التسويق او البيع مقابل عموله بياخدها من الشركه. والهدف بس مش ياخد من، هو بيعتبر زي ما قلنا وسيط ما بين الطرفين. وعلشان انا كمستثمر لو حسيت ان اتضحك عليا في العمليه دي، قلنا باع لي سهم، انا ممكن ما تبقاش مشكلتي مع الشركه، تبقى مشكلتي مع بنك الاستثمار ان انت كنت الوسيط، فمفروض ان انت تكون وسيط محايد. فاللي بيساعد الشركه في السوق الاولي وبيساعد الشركه في عمليات الاكتتاب هو ده بنك الاستثمار. يبقى بنك الاستثمار هو بنك متخصص في التعامل في الاوراق الماليه وترويج وتغطيه الاكتتابات، زي ما قلنا لترويج وتغطية الاكتتابات. يعني لو شركة عايزة تنزل اكتتاب، يعني فهمنا يعني اكتتاب، شركة بتبيع السهم بتاعها لأول مرة، ده اسمه اكتتابات. يعني اكتتاب هو المسؤول انه ترويج وتسويق وبيعها وتغطيتها. فده دور بنك الاستثمار. يعني باختصار انا اقدر اقول عليه هو الوسيط، الوسيط بين الشركة والمستثمر في السوق الاول. وممكن برضه يشتغل سمسرة أوراق مالية، ده الوسيط بتاع السوق السنوي. سمسرة السوق السنوي بنسميهم سمسرة أوراق مالية أو شركة وساطة أوراق مالية. يعني هو برضه بنك الاستثمار بيبقى ليه دور في دور أنواع الوساطة. برضه من أنواع البنوك اللي احنا نقدر ما فيها بنوك إسلامية، يعني هي ما فيش فرق كتير جدا بينها وبين البنوك التجارية، غير في إن البنوك الإسلامية بنوك بتتعامل بالنظام الإسلامي، والبنوك الإسلامية زي ما قلنا بتتعامل بالنظام الإسلامي وبتمارس كافة الأنشطة، يعني زراعي، لكن بتتم بطرق مختلفة. يا إما بتتم بطريقة المشاركة المباشرة في رأس المال، إن أنا ببقى شريك في رأس المال، او بتتم من خلال عمليات اسمها المضاربه او المرابحه او المشاركه او حاجه اسمها الاجاره. يعني في ضمن الطرق التمويل الاسلاميه الجديده او اللي بتتبعها البنوك الاسلاميه، الطرق اللي بتتبعها البنوك الاسلاميه زي ما قلنا عندي المضاربه والمرابحه او الاجاره. طبعا المرابحه البنك مثلا يشتري سلعه محدده ويبيعها للعميل بعد كده بالتقسيط مع إضافة مبلغ كربح لنتفق على المبلغ مسبقا بيضاف الربح إلى سعر السلعة الأصلي. يعني مثلا أنا هشتري مثلا بضاعة ب 100 جنيه فالبنك يشتريها لي تمام ب 100، والبنك يقول لي خلاص أنا اشتريتها لكن أنا هبيعها لك ب مثلا ب 120 وأقسط لك المبلغ اللي هو كام؟ 120 بدون فوائد. فده نوع من أنواع المرابحة، أو نوع من انواع المضاربه، ان البنك هنا
رأس المال، اللي هو بنسمي البنك في الحالة دي رب المال، فده نوع من أنواع المضاربة، أو عمليات إيجارة، إن البنك هنا بياخد مثلا زي سيارة ويأجرها، بدل ما يدفع إقساط، فالإقساط دي بنسميها إيجار، إن هو كأنه بيأجر منك العربية، فبنسميها عمليات إيجارة. فدي أنواع كتيرة من البنوك، هي قايمة على بعض الحاجات المتعلقة بالشريعة الإسلامية. بعد ما خلصنا كده البنوك ندخل بقى في النوع الثاني من المؤسسات المالية، صناديق الاستثمار. فكرتها ان انت بنقدر احنا كناس محترفة في إدارة الأوراق وشراء الأسهم وشراء الأوراق المالية، ان احنا نعمل صندوق، وبنقول للناس بدل ما انت معاك مبلغ قليل ومش عارف تشغل فلوسك في البورصة، طيب مع الأموال من عدد كتير جدا من الناس، وإحنا نستثمرهم في البورصة، عشان كده اسمها صناديق استثمار. فهي صناديق الاستثمار تعتبر شركات استثمار الأوراق المالية، إن إحنا بنشغل الأموال، بنقول للناس إحنا هنشغل لكم الأموال في شركات خصوصا في إدارة الأوراق المالية. هي زي ما قلنا كيان متخصص مستو إنه بيحمل عبء الإدارة الفعالة لعملية الاستثمار في الأوراق المالية عنه. يعني أنا كشركة بقول للناس أنت اللي عايز اللي حابب يشغل فلوسه في البورصة، فأنا احنا بنجيب هنا نجمع الأموال وتعالوا ندير لكم. الميزة أن أنا هنا بدير الأموال نيابة عن الثلاثة دول، مهمين، عن المستثمر الصغير أو الغير محترف أو الغير متفرغ. مستثمر يعني أموالك مش هتعرف تنوع. أهم حاجة في الاستثمار في الأوراق المالية إن شاء الله لما توصلوا سنة رابعة وتدرسوا تخصصوا تمويل وتدرسوا مادة اسمها إدارة محافظ أوراق مالية، فأهم حاجة في إدارة المحافظ الأوراق المالية إنك تنوع. يعني تنوع يعني إنك تقسم أو فلوسك على عدد كتير جدا من الأسهم، ده بيساهم بنسبة كبيرة جدا في تقليل المخاطر. المثل المعروف اللي هو كله إيه، لا تضع بيض كله في سلة واحدة، ما تحطش فلوسك كلها في حتة واحدة. فأنا لو مستثمر صغير حتى لو فاهم في البورصة ومعايا أموال قليلة، فمش هعرف أعمل عملية نيعة. ممكن أكون بفهم كويس جدا في البورصة، ممكن أكون محترف في البورصة، ممكن بس ما عنديش إمكانية أن أنا أعمل تنويع. فالمستثمر الصغير هنساعدك. المستثمر غير محترف معاه فلوس كتيرة بس ما بيعرفش يدير في البورصة، معاه فلوس كتيرة ومحترف بس مش فاضي، فأنا بساعد التلاتة. صناديق الاستثمار بتساعد ثلاثة: مستثمر صغير، مش عارف يعمل تنويع، فاهم محترف وفاضي، يعني هو مستثمر صغير محترف فاهم في البورصة ومتفرغ بس أمواله صغيرة، فمش قادر إنه يعمل عملية diversification أو تنويع كويس جدا عشان يقلل المخاطر، أو مستثمر محترف معاه فلوس كتيرة وفاضي بس مش فاهم في البورصة، أو مستثمر غير متفرغ يعني معاه أموال كتيرة وفاهم في البورصة بس وراه شغل تاني ومش فاضي. فاحنا بنساعد التلاتة دول، بنقول هاتوا فلوسكم واحنا عندنا إدارة محترفة هنشغلها لكم في الأوراق المالية. فده باختصار الاستثمار. يعني نقدر نعرف صناديق الاستثمار أهو في السطرين دول. صناديق الاستثمار هي عبارة عن مؤسسات مالية تتولى المدخرات الخاصة بصغار المستثمرين، فجمع الفلوس من صغار المستثمرين، وإحنا بندير عمليات استثمار في البورصة بشكل محترف. طبعا دول يا جماعة يعني دول مش المستريح اللي هو بياخد أموال من الناس وياخدها، لا، دي صناديق الاستثمار دي شركات واخدة ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي سوق المال وبناء عليه بتشتغل. وياخد بالك مثلا عندك واحد زي البنك، عندنا في مصر هنا فوق 100 صندوق استثمار، حد زي البنك الاهلي، اكيد كلكم عارفين البنك الاهلي، البنك عنده 7 صناديق استثمار. يعني البنك الاهلي غير ان انت بتروح عنده وتحط فلوسك في ودايع، لا، ممكن تروح في البنك الاهلي وتقول له والله انا شغال فلوسي في البورصه. فالبنك الاهلي عنده 7 صناديق استثمار. 7 ليه؟ دي حته يمكن انا مش هقولها لكن موجوده في الكتاب، ان انا عندنا انواع كتيره من صناديق الاستثمار. هنا ايكويتي فاند، وعندنا ماني ماركت فاند، وعندنا ديت فاند، وعندنا الفيكسد انكم فاند، عندنا انواع كتيره جدا من صناديق الاستثمار. يمكن انا مش حابب اقولهم في السلايد عشان بس انتوا لسه مبتدئين، لكن عايزك تفهم
يعني صناديق هي مؤسسه ماليه بتتولى تجميع مدخرات بصغار المستثمرين وبتقوم باداره استثمار الاموال دي بشكل محترف، اي ان الشركات دي تنوب عن المستثمر العادي. بمعنى لا اما انت او ما عندكش الخبره او لا تكفي مدخراتك للتنميع زي ما اتفقنا الثلاثه دول. انا ببقى مكان المستثمر العادي، هو مش لاقي وقت، هو محترف ومعاه فلوس بس ما عندوش وقت، مش فاضي يدير استثماراته، او مش محترف ما عندوش الخبره لاداره استثماراته، او عنده الوقت وعنده الخبره بس حجم استثماراته صغير، حجم مدخراته لا تكفي للتنميع. وبالتالي الهدف الاساسي اللي بتحققه صناديق الاستثمار اللي هو ايه؟ الهدف الاول والثاني توفير الاداره المحترفه، ان انا اوريدي بوفر لك اداره محترفه عندها وقت ومعرفه وخبره، بجيب لك ناس بروفيشنال خريجين في الكليه التجاره جامعه القاهره عبالكم، اقول لهم تعالوا انا هجيب لكم ناس بروفيشنال هيديروا الفلوس دي في البورصه. والحاجة التانية ان انا بمكن المستثمر الصغير ان هو يساهم في البورصة عن طريق ان انا بجمع مدخرات المستثمرين، فبيبقى عندي في صناديق الاستثمار كبير جدا نقدر واحنا بنستثمر نعمل عملية تنويع، وان التنويع ده مفيد جدا في الاستثمار. يمكن تدرسوا جزء عن التنويع في الفصل السادس على ما اعتقد، قلنا ان شاء الله اللي هيتخصص فيكم تمويل ففي مادة ادارة محافظ اوراق مالية اكيد هتدرس ازاي تعمل محفظة بورتفوليو وتنوع بشكل جيد، يعني ازاي تتعلم تعمل عمليات تنويع وتحسب الكوفاريانس والكوريليشن من الاسهم، وازاي اختار الاسهم اللي بينها كوفاريانس او كوريليشن قليل. يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي، زي ما قلنا في تفاصيل كتيره شويه في الكتاب. انا هنا وانواع صناديق الاستثمار هي كتيره جدا، زي ما قلت لك البنك الاهلي لوحده عنده 7 تقريبا، وبنك مصر تقريبا عنده 6 صناديق استثمار. فصناديق الاستثمار في مصر لكن ممكن اللي عايز تفاصيل اكتر يرجع لي الكتاب شويه. اخر نوع من انواع المؤسسات الماليه عندنا اللي هي شركات التامين. برضه شركات التامين زي ما قلنا بتقدم خدمات ماليه، بتقدم خدمات تامينيه، ده عايز يامن مش عارف ليه الزياده دي جت منين. مؤسسه بتقدم خدمه تامينيه تامين، في المقابل انا عشان اديك خدمه تامين منك على صح؟ وانت لو حصلت لك حاجه برجع لك بديك ثمن الوثيقه التامين. وبالتالي انا هنا كشركه تامين اللي بيجي يامن مثلا على مصنعه ضد الحريق مثلا بيدي مثلا سي 100,000 جنيه، لو حصل له حاجه هديله 10 مليون جنيه تعويض، صح؟ يعني هو بيديني 100,000 جنيه مثلا في السنه، وانا لو حصل له حاجه هعوضه ب 10 مليون جنيه مثلا يعني. فلازم ال 100,000 جنيه اللي اخدها منه دول اشغلها، لان هو في احتمال انه يحصل حريق فاضطر ارجع الفلوس، بيبقى في احتمال ان ما يحصلش حريق بس هيحصل عند حد وهكذا. في النهايه بس اللي عايز اقوله ان لما شركات التامين بتاخد الاموال من الناس اللي هي بتيجي تامنهم لازم تعيد استثمارها تاني، هي كلها في النهايه شركات ماليه شغاله في عمليات استثمار وبورصه، لازم تعيد استثمارها في مجالات تحافظ على الاستثمارات في ظل ادنى درجه المخاطر. بكده يبقى احنا انتهينا من الفصل الثاني، تناولنا في الفصل الثاني اهم النقاط، وزي ما قلنا الفصل الثاني بيركز على موضوعين اساسيين. الموضوع الاول هو الاسواق الماليه، قلنا الاسواق الماليه هو المكان اللي بتلجا له الشركات علشان تحصل على التمويل اللازم من خلال طرح وبيع اوراق ماليه للمستثمرين، فبتروح السوق المالي وتطرح اوراق ماليه ويجوا المستثمرين معاهم فلوس يشتروا الورق المالي ويدوا للشركه فلوسهم، سواء بدي فلوسي للشركه وابقى مالك فباخد سهم، او بدي فلوسي للشركه وابقى مقرض وباخد سند. واتكلمنا على ايه اللي بتقدمها لي الاسواق الماليه وانواع المتعاملين في الاوراق الماليه وكفاءه الاسواق الماليه. ثم بعد ما انتهينا من موضوع الاسواق الماليه تناولنا باختصار ايه هي اهم المؤسسات الماليه، وقلنا ان احنا صنفنا المؤسسات الماليه لثلاثه، في عندي بنوك منها بنوك تجاريه وبنوك متخصصه وبنوك اسلاميه، ثم عندي صناديق استثمار، واخيرا تحدثنا عن
شركات التأمين. إن شاء الله دايما يا رب بخير ودايما على خير، وربي يحفظه، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله مع خالص الشكر.